قال متى الرسول: أما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له برغم أنهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قائلا: لقد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا إذن تلمذوا كل الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى نهاية العالم. حقا والأمان لجميعكم. هيدا المقطع، أنا كل ما بعمد مولود صبي أو بنت بقرأ بالكنيسة، يعني أنا لليوم قري يمكن شيء 3-4 آلاف مرة. بنقرأ لكل مولود جديد، وكأنه لأجله هيدا المقطع انعمل. هيدا المقطع شو قصته؟ من بعد ما يسوع تمم كل تدبير الآب، كل محبة الله الآب يلي لأجله خلقنا، ومن بعد ما سقطنا عيد وأقامنا بالابن الوحيد، وبعت الروح القدس يلي هو ثمرة حب الله تاي كل حدا منا نعيش ذات الاختبار يلي يسوع عاشه بيناتنا، حتى تتحقق فينا مواعيد الله نكون أبناء وبنات له. من هيك الولد نحن منزرع فيها البذرة، كنا عم نقول بالصلاة الأولى أول ما بلشنا القداس في بذرة بتنزرع جواتنا، ونحن علينا نشتغل حتى تنمى. بدي هيك أعطيكم كم مثل بسيطين حلوين انطلاقا من هيدا المثل، لأنه بيقلنا عمدوهم باسم الآب الابن الروح القدس. نحن في ثلاث أشياء بحياتنا بترافقنا كل العمر، وإذا مش موجودة بتقلقنا. أول شغل، الإنسان ما يعرف مين بيه، إن كان شاب أو بنت. شو صعب الإنسان يربى ما بيعرف بيه، وكتار الأولاد بهالعالم أو ما بيعرفوا بياتهم أو عندهم بيات بس كأنه ما عندهم. هالولد عن جد بيطلع معطوب، بيطلع مثل كأنه في سنسلة مفقودة بظهره، ما عنده مناعة، ما عنده قوة، ما عنده شعور بالأمان، لأنه البي واو شو مهم دوره. الكنيسة عم تقول لي من اليوم ورايح روح وفتش عبيك، لما بتقلي أعمدك باسم الآب عم تقلي عندك بي بحبك دياني، روح فتش عليه، فا إشارش تون بابا، فتش عبيك. ما رح ترتاح، ما رح ترتاحي قبل ما تلتقى ببيك الحقيقي. ليه؟ لأنه الدنيا من دون بي بتخوفني، الدنيا من دون بي عتمة، الدنيا من دون بي فراغ. من هيك لما رجع الابن الصغير على بيت البي بيقول لي صار في فرح، هو كمان فرح من بعد ما ضيع فرح. والابن الكبير يلي كان موجود بالبيت لأنه مش شاعر بأبوة بيه كان تعبان، والآن لم تعطني جدي أتنعم به مع أصحابي. لكن الكنيسة أول ما بتبعتني مع نعمة بتقول لي روح فتش. نهار اللي بتلتقى بهالبي بتصير تقول له مثل ما بنقول له بعد شوي بالأبانا، شو بنقول له؟ أبانا يا بي، شو حلو التقى ببي، شو حلو أعرف كب حياتي بين إيدين بي. دخلكم مش يسوع هيك عمل؟ قال بين يديك يا أبتي يا أبانا أشكرك لأنك استجبت لي. لكن النقطة الأولى يلي هالإنجيل عم بيقترح علي، عم بيقول لي فتش عبيك، وإذا بعد ما التقيت فيه بعد اشتغل، لأنه بيك بيحبك وبيك بيحبك قد الدنيا. النقطة الثانية، كل إنسان منا بده حده إخوة، ويسوع بيقترح حاله علينا خي حقيقي، خي بكر، مش كبير ونحن صغار، بكر. من بيقول عنه الكتاب المقدس هو بكر بين إخوة كثيرين، هو بكر القائمين بين الأموات، هو الأول في كل شيء، حتى بالألم حتى بالموت هو الأول، ليكون هو الأول في كل شيء حتى يكون لنا خي وسند. تعرفوا الخي والأخذ بهالدنيا واو شو غاليين، من دونهم منحس كأنه في جوانح ناقصة. يي خيي بيركض علي بيركض عليه، هلأ يمكن مرات ما بتصير، بس يسوع عم بيقترح عليه حاله علينا هو خينا.
خينا يلي يمكن مش من امنا وبينا، بس خينا الحقيقي يلي ما بيتخلى عنا بولا وقت من الحياة، هل بقبل انه يسوع يكون خيي بهالحياة؟ خيي الحقيقي يلي انا بقدر حط راسي على كتفه، وبقدر اتكل عليه، وبقدر اوثق فيه، وبقدر اقول له انا كمان يا خيي معك بكل الاشياء. شو بدك مني؟ بدك روح بروح، بدك اقبل حتى الصليب بقبل مثلك. انا انت قلت لي بيوم الايام انا لا ادعوكم عبيد بل انتم اخوتي، هيدا الكلام الحلو. لكن بالمعموديه الله بيبعثنا تنفتش على خينا، لانه اذا ما التقينا بخينا منحس انه ناقصنا امان وجانح، ناقصنا سند. من دون الخي الدنيا ما بعرف شو بتكون، بتكون عتمه اكثر. والشغله الثالثه اللي بيبعثنا لها هالمقطع هو نفتش حقيقه عن مين يعطي معنى وهدف لحياتنا، وهيدا الروح القدس. ليش؟ لانه الروح مطرح ما بيروح بيعطي حياه، مطرح ما بينوجد بخلينا نفتش عن الحقيقه، مطرح ما بينوجد بخلينا نكون عنا خصوبه، مطرح ما بينوجد الروح القدس بيقلنا كونوا جماعة، كونوا كنيسة، كونوا عيلة، فكروا ببعضكم، حبوا بعضكم، دعموا بعضكم. من دون الروح ما بنعرف وين بدنا نروح، ما بنعرف، منصير أفراد وكل واحد منا مدبر حاله، ما في أشتر منه. بس مع بعضنا بدنا كل، تعرف شو الكل؟ تلزيق. مين بيلزقنا ببعضنا بشكل إيجابي؟ هو الروح القدس. الروح هو منقول عنه بآخر قانون الإيمان الرب المحيي يلي بيحيينا، بيعطينا حياة. لأنه مرات كتير أنا وياكم منكون مثل المنطفيين، مش بس اللي بيشرب وبينطفي، كمان يلي ما في روح الله بيكون مطفي. فإذا هالإنجيل كأنه عم بيأسس نوع من العلاقة الجديدة بحياتي، وهالعلاقة هي مع الله. والله مش حي الله، الله الله يلي كشف ذاته بالمسيح هو أب وابن وروح قدس، وعم بيدعيني أنا وياكم ندخل بشركة معه، نفتش على الأبا تبعنا. أبا هي كلمة عبرية بتعني غنج لبوبا بالدارج، نحن هلأ هيك بنقول بابا الولد. عم تدعيني لشركة مع خي، لأنه أنا علاقتي بالخي مجروحة من وقت قايين وهابيل، مكسورة علاقتي بالخي. إجا يسوع يفرجيني مين الخي الحقيقي يلي ما بيستغيبني، يلي ما بيقتلني، يلي ما بيكسرني، بالعكس بيفرح فيي. وهي شركة مع الروح يلي بيقدر يوجه قلبي وعيوني على الحقيقة والخير والجمال. يلي زرع فينا هالإشياء هي النعمة يلي يسوع استحق لنا إياها. بيقول مربولوس صعد إلى فوق وسبى سبيا وأعطى عطايا. هولي استحقاق، مش بفضلنا ولا بفضل زكينا ولا بفضل قداستنا، الله عطانا اياهم باستحقاقات ابنه يسوع يلي استحق لنا الحياه الحقيقيه والابديه معه. بعيدكم من كل قلبي، وبتمنى الافراح ما توقف من حياتكم، والصلوات يلي رح نرفعها لاجل الاشخاص المذكورين ولاجلكم انا اكيد انه ربنا رح يقبلها. وكتار بهالفتره عندهم فحوصات ومستشفيات وصور وكله هول، بدنا نصلي لهم حتى يحسوا حالهم هيك قبضيات ومش وحدهم. امين.